شارك احمد حسن ستوري مفاجاه على حسابه على انستغرام بيظهر فيها الحادث الثاني اللي تعرضوا له بعد تعرضهم قبل اسبوع لحادث احتراق سيارتهم وكتب الحمد لله ربنا ستر العربيه كانت حتتقلب بينا الف الحمد لله على سلامتهم شارك جواني هذا الستوري القصير على انستغرام وكتب الضحكة هي في وراها ترند رح اخلي السوشيال ميديا شهر كامل تحكي فيه فشو هي توقعاتكم شو هو هذا الترند او شو هو هذا الخبر شاركوني رأيكم بخانة التعليقات بستوري على انستغرام وضح كل من انس وبيسان سبب غيابهم عن مواقع التواصل الاجتماعي لفتره وتحضيرهم لمفاجاه جديده حبايبي كيفكن شو اخباركن حبايبي كيفكن شو اخباركن كيف أخبار حقكن علي غايبين غايمين غايبين. والله اليوم تعبنا تعب الله بعلم في مفاجأة في مفاجأة تعبنا كثير 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 اليوم قرر محمود فراس محو الشخصية المشهورة بقناته اللي دائما يعرضها على المتابعين بفيديوهاته واللي عادة بيتقمصها وهو عم يحمل اسلحة غير حقيقية وكشف سبب اتخاذه لها القرار المفاجئ بها او عصابه ديجرا مثل ما نقول من سوينا هذا الكاركتر وهذا الهاشتاج مجرد هاشتاج يا اخوان مجرد هاشتاج يا اخي لا تاخذون الشغلات هاي بجديه في دول قلبكم اوكي مره طلعنا سلاح بالفيديو وكتبنا وحذرنا يا اخوان نزلنا تحذير ببدايه المقطع ان الاسلحه هاي مجرد للمقطع هاي والسلاح هذا غير حقيقي قبل شويه جاني منشن واحد آه لازم سلاح حقيقي يا اخوان غلط والله العظيم غلط غلط فقراري يا اخوان اخذته حاليا بما انه انا اخاف عليكم كلش هواي واحبكم وتهموني انتو فيا اخوان الكاركتر هذا راح يمسح من القناة وبعد ما يصير اي فيديو بكاركتر هذا فقط راح يبقى الهاشتاج اللي هو قائد العصابة اما انس فاعتذر من المتابعين مرة ثانية لغيابهم عن المتابعين بهذا الاستوري وصرح انه عم يعمل على مونتاج فيديو والظاهر انه عم بمنتج فيديو فلوج الولادة وبعدها شارك استوري ثاني وكتب شكرا لكم على حبكم ودعواتكم انتم سند للظهر وبعدها شارك ستوري ثاني أظهر فيه العدد التنازلي لفلوغ الولادة اللي رح ينزل بعد ساعات فكم نسبة حماسكم لفلوغ ولادة أصالة وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول